احكيوا توا عن نظام سابق بعد الثورة. في الفرق معناتها بين توا أحن إلى خبزي أمي أنا الحقيقة معناتها شو ما قلت لك في السياسة ما أمير لا مانيش نحكيو على السياسة نحكيو على البلاد البلاد قبل وبعد شو الحرية راهو أهم حاجة شو اللي قبلنا نحكي كإعلامية ما نحنش لقبل كإعلامية على خاطر ما كانتش عندنا حرية. أنا مثلا معتها فما فترات يقول لك فضل جعيبي ما تحكيش معاه, فاطمة بن سعيدين لا, لطفي بوشنيق قصقتها مامون تمنع لطفي روف عليهم كارت أي لطفي وتي لطيفة وصابر. فما مرأة معتها توا ما عادش توا الحرية, وذيك المكسب الوحيد اللي بعد الثورة من نظري أنا كإعلامية كريمة الوسلاتي. أنا ككريمة الوسلاتي يا أخويا المرأة أنا وين تروا فيها المرأة؟ هاني حياتي كاملة في الإذاعة وين المرأة؟ عشت أنا حياة عادية عرفت كيف الشيطور كريمة الوسلاتي. لا ككريمة الوسلاتي أنت ناحي الكاسكيت متاع الإعلامية عندي وكا... عندي 15 عيد ما عيطتش في دارنا واحد وكل تقول لي لا حياتي كاملة إذاعة أنا كمواطنة تونسية تحن ما قبل 2011؟ والله نجاوبك في الاستضافة الثانية يزم محامي متاعي. لا لا مسالش ما نجاوبش هذا السؤال أمتنع عن الإجابة عنه. نجم يجيك ضيف يقول لك لا أجيب ما نقولكش عليه أنا حرة. تحب تجيب ضيف ويقول لك السؤال هذا ما نجاوبش بيان سور, وين نقعد شدة صحيح كيما أنت تو باش تمرجني وتشد صحيح وأمتنع عن الإجابة. تحب ضيف يشد صحيح بيان سور هذيك قوة الضيف. علاش ولاني خوف مرة أخرى؟ لا مش خوف مش خوف مش خوف. قول كلمتك إذا كنت تحكي على الحرية لا ما أنا خطر أولا لا 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 الحرية زادة أنا زادة تجربة أنا تجربة علمتني أنه كل كلمة بحسابها وتوا في عصر الإنترنت تعمل حكاية تقعد تبع فيه مش خوف. أما أنا أنت كان مش بشارجة حتى كان كنت معاه لا مش على بن علي ولا غيره. أنا اتهمت في فترة من الفترات أني صديقة ليلى بن علي جملة واحدة قلت مش خصيامي على الأقل راني عندي ثانية في مرنقية ولا في مرنقية. خليني ديجا ما عادش برشا وقت كريمة نحب نعرف بالحق أي. كريمة الوسلاتي مش الإعلامية ولا خلوهاش وحدة عادة مش خصيامي تنحيوها وحدة لا معناش تركاش بالحق نحب نعرف كريمة الوسلاتي كمواطنة تونسية تشوف في وضع البلاد توا عشت وقت الوضع البلاد شو بالله باش نصدمك باش نصدمك انا كان باش نقول لك راني شو انا وضع البلاد مانيش نتبع راهو للاسف في تعيش ما نعيش انا نسكن قدام الاذاعه راني نشق كيس ناقة روحي في الاذاعه تعيش كريمه ما انك ما نعيشش مانيش نتبع ما نتبعش ما نتبعش بالحق سي غاف اللي انا الحاله نتاعي ياسر ما ياسر خطيره انه انا تقضي ما نخرجش انا ما نخرجش نقضي ما نعرفش داري شفاه وشو كريمه عندك بنتك باش عندي بنتي باش نربيها باش نقريها في البريفي ديجا معناتها خاطر ما عنديش ثقه في الحكومي للاسف هاني عطيتك تصريح ينجم يكون باش نقريها في البريفي وباش ندفع دم قلبي وباش نسلت ليلى النهار باش لا مانيش نصور لا 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 عندنا بنيه واحده نجم نضمنوا لها مستقبلها نرجع نحكيوا على بنتك شلا باس اذا تفكروا لي هي مريضه شويه زرستها توجع فيها اي زرستها توجع فيها عندها سخانه به كريم تقوليش راني انا ماكينه ماكش ماكينه ما انت مواطنه راه والله العظيم هز تليفون واطلب توا حسام كريمه ما تعرفش شنو في الدار توا شنو نقصه توا كريمه ما عادش عندي وقت أي. انت مواطنه تونسيه تعيش في غير صالحة. المواطنه بتاعك لا لا صالحة صالحة جدا كريمه شنو تخير تونس قبل الثوره ولا بعد الثوره حسب الشيء اللي نعيشوا فيه ما نجاوبش على السؤال هذا وراسك هو كان جيت تخير بعد الثوره راك قلت ليه وراسك لنجاوب